السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده محرك بحث مخصص لحل المشاكل في البرمجة، يعني هو قوته أكتر في البرمجة، لكن هو تقدر تستخدمه في أي بحث أنت عايزه. فممكن تكتب له أي حاجة أنت عايزها، سواء مثلا في البرمجة، في غير البرمجة، كلام عام، كلام خاص، زي ما أنت عايز هو يدور لك عليه. يعني محرك بحث منافس لجوجل بشكل قوي. وممكن أقول له أنا عايز بيست موديل، ده عبارة عن إيه؟ إن هو هنستخدم شات جي بي تي 4، تمام. محتاج ان انت تعمل حساب، فانا عملت حساب والموضوع سهل ما خدش ثواني، تمام. فتقول له انا عايز استخدم الموديل دوت، وتبدا بقى تساله اي سؤال. عندك مشكله مثلا في البرمجه، عندك مشكله عايز يعمل لك كود مثلا في بايثون، في مشكله يبدا ان هو يحله لك. فهو مفيد جدا للمبرمجين والغير المبرمجين كمان. ممكن تقول له انا عايز تعمل لي مثلا برنامج يعمل حاجه معينه، يبدا ان هو يكتب لك الكود دوت. مثلا عايز كود يحمل لي ملفات من الفيديو من لينكد ان، يبدا ان هو يساعدك فيه. فاي حاجه انت عايز تسال المعتمد على الذكاء الصناعي في اي سؤال هتساله له يبدا يجاوب عليه. طيب خلينا نساله مثلا، Can you write script to learn what did you use from YouTube? بيقول لك انت عايز اي لغه برمجه ولا مش فارق معاك؟ ممكن تقول له لا مش فارق معاك، اكتب لي بكل كود بايثون. يبدا بقى يكتب لك الكود. بيقول لك انت تستخدم باي تيوب، اللي هي بايثون تيوب، وسطها بالسطبها، وبعد كده هتقول له من الباي تيوب امبورت يوتيوب، وعرف حاجة اسمها داونلود، واديله اللينك، وبعد كده هتبدأ تكتب له الكود بالشكل دوت. ولو حصل مشكلة اقول له ان في مشكلة حصلت. لو ما حصلتش مشكلة اطبع لي ان التحميل تم. الرسالة هتجيلك هتقول لك اديني الكود بتاع اليوتيوب عشان ابدأ احمله. فكتب لك الكود بالشكل الرهيب الجميل دوت. ف يعني حاجة جميلة جدا. هستنى تجربوه وتقولوا لنا رأيكم في الكومنتات.